بحور الشعر لها عدد محدود. العربي الفصيح 16 بحرا، وفيه بحور مستحدثة من البحر المجتث والبحر المتدارك اللي هو يسمونه المتقارب، هذه كلها من شوف القصيدة هذه اللي اكتبها على البحر المتدارك، على البحر المتقارب. كيف تعرفها يا طول عمر السلامة؟ هذه يبغى لها درس كامل. يعني مثلا بعطيك مثلا مثال بسيط، مثلا البحر الوافر، البحر الطويل، هذه دائما تكون هذه أسهل البحور، فأحب أضرب فيها المثل عشان تفهمها بصورة سريعة. البحر الوافر، شوف أنا قلت قصيدة اليوم على الهواء، هذه على البحر الوافر، قلت سكون الليل، لا عفوا، تعلمت البكاء بدون دمع، ودمعي بابتسام لا تراه، لأني قد ورثت الصبر حصرا من الشيخ الجليل كما أباه. هذه كيف تعرف أنها على البحر الوافر؟ تشوف إيش التفعيلة، شوف هو درس طويل إلى أن تعرف، لكن شوف إيش التفعيلة. تفعيلة البحر الوافر مفاعلة مفاعلة فعول، مفاعلة مفاعلة فعول، تعلمت البكاء بدون دمع، ودمعي بابتسام لا تراه، لأني قد ورثت السلام ورحمة الله وبركاته من الشيخ الجليل كما أباه. مفاعلة مفاعلة فعول. والله احنا شعراء، والله الله ما فهمنا تبسط، ما نفهم في العروض. هذه بحور الشعر. نعم. بحور الشعر وافرها جميل، مفاعلة مفاعلة فعول، أكاد أشك في نفسي وفيها، لأني شاعر وأهي مطيها. شوف كيف أنا أفصلها، هذه كلها تفصل تفصل، بعدين تنزل تشكيلاتها تحت نبي فقرة، اللي ضمة اللي مدري إيش، اللي كسر، اللي والله ما عندي مشكلة، لكن تروه مادة كاملة هذه في الجامعة، العروض والقافية. أدري أدري. وبعد ما أفهمكم اللي التقطيع هذا لازم تدرسون الزحافات والعلل، لأنه ممكن خذ راحتك يا حبيبي. اسلم. مثلا أكاد أشك في نفسي وفيها، أكاد أشك في نفسي وفيها، مفاعلة مفاعلة فعول، هذا كامل. لكن فيه بعض البيوت تجي أكاد أشك في نفسي وفيه، ما جاء كامل، فإيش ينقال هناك؟ يقول مفاعلة مفاعلة فعول، بس هنا حالات في الزحافات والعلل، فيه القطع، فيه الخبن، فيه عرفت؟ تسمى بالقطع وبالخبن وبالزحافات والعلل لها اكثر. طاح لي عبد الله الحين هم بيفهم. عبد انا ما فهمت شاعر، وقت ما فهمت انا اقول لك العروض والقافيه هذه ماده، انت تسالني عن ماده وتبغاني اوصلها لك في، عرفت؟ والله صعب. انا الان انا الحين لو ادرس ماده مستحيل احفظ هذه كلها. ان درستها حفظت. عبد الله حفظت لاني احب لا الشيء. لا غسان عطى شيء اسهل. شاعر إيه؟ لا ما إلا بسيط. تبغى تصير شاعر بس ما واحد يقدرون يعلمونه كيف التركيب، بس ما أقدر أعلمك أحد الإبداع. شوف شوف شوف. ما تقدر. ما يحتاج. من تذوق الشعر يكفيك. تعرف النابغة الدبياني؟ هذا النابغة الدبياني كان زمان لجنة التحكيم حقت شاعر المليون. كان النابغة الدبياني ينصب خيمته الحمراء في سوق. شتى ما بينهم شتى. ها؟ نابغة الدبياني لجنة شاعر المليون. لا لا. تعال 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 تعال. تعال انت افهم ايشني ابغى اوصل. خابر 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 قصدك، بس تعرف لا لا لجنه التحكيم حقت شاع المليون، انا اوصل له. لجنه التحكيم حقت شاع المليون مثل النابغه الدبياني في سوق عكاظ كان يحكم على الشعراء.